معانا واحد من نجوم كرة القدم المصرية، النجم أحمد أبو مسلم. كابتن أحمد أهلا بيك. كابتن عباس تحياتي ليك طبعا، حسام طيب، ومعاك طبعا كابتن أمير عزمي أخويا طبعا. حسام ازيك يا طيب سلة؟ التوفيق. أخبارك يا حبيبي؟ زي الفل، حسام ربنا طيب يكرمك. كسر الدنيا اهو مع السكة الحديدة كابتن عبد الله، اهو يا ربنا يكرمه يا رب عشان نفرح له، احنا بنحب امير. ادعي لنا لا حاجة كويسة، ما ده اللي بنتكلم فيه بقالنا فترة، الكوادر المصرية تبتدي تاخد بقى وضعها في التدريب الوضع الطبيعي. هو رد على الكلام اللي انت كنت بتقوله. خلي بالك وعلى فكرة بتكلم فيه ده كتير ابو مسلم. خلي بالك عايز اقول حاجة، احنا جيل واحد وقليل جدا لما تلاقي جيل واحد ناس بتحب بعض وناس بتمنى الخير لبعض، واما ناس بتنجح بيبقى نجاح لينا كلنا. فزي ما قلت لك يعني ابو مسلم ورضا شحاته وابو المجد ومحمد محسن ابو جريشه واحمد الجمل والرياض يعني ناس كتير، والرياض ناس كتير جدا. الناس دي لازم تبدا تاخد، النهارده انت بتتكلم في ناس عندها 40 41 سنه، مش لازم الناس دي تبقى زي ما اقول لك عنده 50 سنه ويقول لك مدرب شاب. انت النهارده بتتفرج على بايرن ميونخ مدرب عنده 34 سنه وفي مدرب 28 سنه. فالناس دي وكمان لعبوا دولي ولعبوا واحترفوا واللي واللي واللي، فالنجاح ده بصدقني بيبقى النجاح الجيل كله يعني. طب عايزين ناخد رايه النهارده في مباراه اليوم لمنتخبنا الوطني الملاوي بعد الفوز بهدفين. كابتن احمد شايف النتيجه كويسه؟ كان ايه اللي نقدر نقول اللي كان ممكن المنتخب يعمله من لاعبين وجهاز فني لزياده حصه الاهداف في هذه المباراه؟ لا هو ده النهارده المنتخب طبعا اداء يعني اظن اداء متوسط. خلي بالك برضه انت بتلعب الخص يعني اداء كويس، يعني مكسب 2-0 ده اداء مميز الشوط الاولاني، والشوط الثاني طبعا انت بتلعب خصم طبعا مستواه اقل يعني قليل جدا من المنتخبات اللي هي مش مصنفه. انت بتتكلم في منتخبات طبعا مستوى ضعيف بتاعها، بس احنا بنتكلم النهارده اللي راجل بقى عنده جراءه اللي هو يحط لعيبه جديده في اماكن ثانيه. يعني انت بتتكلم النهارده على الراجل بتاع بيراميدز الباك ليفت محمد عادل جمعه، لعيب كويس، لعيب ابتدى ياخد بشكل كويس. تتكلم النهارده محمد هاني ابتدى بقى له فتره مع النادي الاهلي ما كانش موجود في المنتخب، ابتدى يخش ويحط رجله في وضعه الطبيعي. بتتكلم على لعيبه كتير النهارده، حماده محمود حماده بتاع الراجل بتاع فاركو برضك ابتدى ياخد بشكل كويس. فانت بتتكلم الراجل ابتدى يجدد الدماء فتره معينه، عشان تخلي بالك انت عندك عنصر مهم جدا من العناصر الموجوده اللي انت اللعيبه كلها عمار سنين ابتدت تكبر. انت بتتكلم دلوقتي على حجازي، ابتدى طارق حامد، الناس دي كلها كانت من 5-6 سنين كان عمر متوسط بالظبط. فدلوقتي يعني سن معدل اعمار السن بقى كبير شويه، بقى كبير موجود، فلازم الراجل يعمل احلاله بشكل كويس. فانا شايف النهارده اداء نوعا ما متميز. النهارده طبعا انت عارف خبرات صلاح بتفرق، انت حتى بتبص على حاجات كابتن عباس وامير يشوف. انت بتتكلم على محمد صلاح عنده يعني عنده عين ثالثة، انت بتتكلم اللي هو بيبقى باصص في الناحية دي بيحط في اتجاه تاني، واد راجل انفراد بيعمل راجل لتحت. يعني الجول الاولاني اللي بتتكلم عليه هو مغير الاتجاه، كلنا باصين كده، هو راح الناحية التانية، هو اللي بدأ الكورة، هو اللي فنش الجول. دي خبرات لمحمد صلاح زي ما بكلمك. ففي لعيبة كتير عاملة فرق، فالنهارده أداء مميز. نقول أداء طبعا في لعيبة كانت مستواها النهارده نوعا ما كويس، وفي لعيبة طبعا مش هنقدر نقول مقياس طبعا للراجل، بس احنا نتمنى بداية كويس، احنا نتصدر المجموعة. بس بتتكلم كبدايه نوعا ما في النهارده طبعا انت عارف في رمضان في اول الصيام وكده، ففي طبعا بتغير طبعا صعب الجيل اللعيبه بشكل كبير. فبتتكلم النهارده اداء طبعا اداء كويس. طيب المباراه القادمه هتبقى برضه ايضا في رمضان وفي يعني في اثناء النهار، يعني برضه اكيد لازم يبقى فيها بعض الاستعدادات في طريقه اللعب او في تغيير بعض المراكز اللي فيها منها التامين الدفاعي. اكيد طبعا انت عندك خلي بالك الراجل يعني هو بره كذا سيناريو عنده، هو بيحاول يدي اللعيبه كلها الثقه بشكل كويس. يعني انت بتتكلم في لعيبه النهارده مثلا انا ما كنتش متوقع يحط محمود حماده النهارده من اول لقاء، يعني الناس كلها ما كانتش حد متوقع. هو بقاله فترات بيه ده عنده قناعه بيه على فكره، هو عنده هو مقتنع بيه جدا خلي بالك، ويديله الباور ده والسبورت ده، يبقى هو راجل واثق فيه بشكل كبير. النهارده حتى في التصريحات فيتوريا لما كان بيتكلم بيقول لك ما فيش مشكله عندي من ناحيه الباك رايت، موجود محمد هاني موجود بشكل كويس. فانا شايف نوعا ما الراجل ابتدى يحط ايده طبعا على مفاتيح الموجوده. انا النهارده شايف مبسوط من خط الهجوم اللي كان في مصر، كان فيه مشكله شويه ما كانش فيه لا صلاح، بس انا شايف النهارده مرموش بشكل كويس جدا، شايفين مصطفى محمد بيأدي اداء مميز. انا بتابع بقالي فتره في النانت الفرنسي عشان بتفرج على الدوري الفرنسي على طول، فانا شايف النهارده فيه لعيبه مميزه جدا. خلي بالك هيرجع لما تريزيجيه هيبقى موجود، هيبقى في الدنيا برضك، هيبقى فيه يعني الحته الهجوميه القدامية دي هتبقى فيها طبعا البقاء الاقوى. فبتتكلم الراجل نوعا ما بيبتدي يجدد ويحط، بس انا كنت عايز النهارده اشوف يعني مثلا الشناوي ابتدى يشتغل بشكل كويس، ولازم ادي الراجل الثاني برضك عايز ابص عليه. انت بتتكلم على فتره من الفترات عايزين اللي هو جون الاوحد
او اللعيب الاوحد لازم نديله على فترات نشوف اللعيبه الثانيه هتبقى مستواه عامل ازاي. يعني خلاص النهارده الماتش كان في متناول كابتن عباس، يعني الخصم زي ما قلنا يعني خصم على قد يعني على قد الحال يعني، فكان النهارده كان ممكن يشارك اكتر اكبر قدر من اللعيبه يعني. كابتن الكبير كابتن احمد مسلم كسان طيب رمضان كريم، وكنت ضيف عزيز معانا عبر الهاتف في المنتدى، بشكرك شكرا جزيلا.